نصل الآن إلى فقرة ضيف، وفيها نناقش أبعاد انتخاب الصحفي المغربي الزميل يونس مجاهد رئيسا للاتحاد الدولي للصحفيين في ختام مؤتمره 30 قبل أيام بتونس. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستوديو الخبير في شؤون الثقافية والإعلامية دكتور سعيد كوبري. تحية طيبة لك دكتور سعيد. مساء الخير أنس. إذن بداية دكتور سعيد، ما هي دلالات انتخاب زميل يونس مجاهد كأول صحفي إفريقي وعربي رئيسا للاتحاد الدولي للصحفيين لافيش؟ دلالة كبيرة أنس، ودعني أوطد جسور القول مع الخبر السالف والذي يتعلق بالدبلوماسية المغربية، وهي تجوب بقاع المعمور من أجل إعلان الوحدة الترابية والدفاع عن القيم والمبادئ الوطنية الكبرى. الدبلوماسية هناك في أمريكا اللاتينية، وسحب سلفادور لاعترافها بالكيان الوهمي، ويونس مجاهد يترافع من أجل نصرة القضايا الكبرى للوطن، ومن أجل إعلاء صوت المغرب في أكبر المحافل الدولية، وهي الدبلوماسية الناعمة أي الإعلام والصحافة، ويعتلي أبرز وأرفع منصب دولي عالمي على رأس أقدم وأكبر هيئة تنظيمية مهنية إعلامية، هي الاتحاد الدولي للصحفيين الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي، ويضم أكثر من 140 دولة، وتنتمي إلى هذه الهيئة أكثر من 186 رابطة ونقابة وجمعية. والحشد الذي استطاع أن يتوج يونس مجاهد من 5 قارات، تخيل معي أنس أن رئيس نقابة جنوب إفريقيا إلى جانب نقابة فنزويلا كانوا يساندون ويدعمون ترشيح المغربي يونس مجاهد، وهذا لم يأتي عن فراغ، وإنما عن عمل قاعدي تنظيمي كان بدايته أو بنيته الأساس منذ 2007، حينما خاض يونس مجاهد أول تجربة بروسيا ويعتلي نائب رئيس هذه الفيدرالية الكبرى، واستطاع بفطنته وبإمكاناته المهنية باعتباره من أشرس المناضلين على صوت الجنوب وصوت العرب وصوت الأفارقة داخل هذه المنظمة. ولعل وسائل الإعلام كانت تتناقل حينما إعلان أن يونس مجاهد يتربع الآن على كرسي رئاسة هذه المنظمة، هو يونس مجاهد في واجهة المناضلين الإعلاميين الذين ينتسبون للفيدرالية الدولية الصحفيين في تظاهرة نضالية كبرى في رام الله في حدودها مع القدس، من أجل نصرة الصوت الفلسطيني ونصرة الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين. ولعل هذه الصورة وتسويق هذه الصورة كانت بمثابة الذكاء الإعلامي يونس مجاهد. طيب، وهنا ربما أستحضر أيضا دكتور سعيد كوبريت، أن حتى في مؤتمر موسكو للانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولي للصحفيين كان هناك دعم متواصل للنقابات الهيئات الصحفية العربية، وأولها كانت النقابة الوطنية الفلسطينية للصحفيين، والذين نوجه لهم التحية من هذا المنبر، كما نوجه أيضا تحية للزميل يونس مجاهد وتهنئتي عن بهذا المنصب الجديد. ماذا عن دور الذي يقوم به هذا الاتحاد الدولي في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين؟ دور كبير، دور ربما نعتقد بأنه سيتغير وسيكون انعطاف مع هذه التسمية الجديدة، وخاصة أن الفيدرالية ستغير من استراتيجية عملها بداية من مؤتمر كاديس في سنة 2010، حيث كانت هيمنة النقابات لربما ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أمريكا، ألمانيا، دول النورديك، النرويج وغيرها، بريطانيا. نعم، بريطانيا، ربما هناك أصوات مناضلة يسارية وغيرها، من ضمنها جيم بوملحال الذي نهنئه كذلك باعتباره كان رئيسا لهذه الفيدرالية واليوم هو أمين مال هذه الفيدرالية، أستراليا كذلك. لذلك نقول بأن اليوم الصوت الجنوبي
الصوت العربي الصوت الإفريقي سيكون قوي. وكما قلنا أن يونس مجاهد والنقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ 2006 استطاعت أن تمهد لولوج ودخول الأفارقة بل التحام لحمة الأفارقة في فيدرالية خاصة للأفارقة، وكان المؤتمر هنا بالمغرب بمدينة الدار البيضاء. كذلك من خلال التئام ونصرة الاتحاد الصحفي المتوسطين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها لها دفاع مستميت على قيم القول وحرية التعبير وديمقراطية وسائل الإعلام وتحرير أو الدفاع عن تحرير وسائل الإعلام العمومية. وإحنا هنا نستحضر قانون 0377، وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي أول من نادى بتحرير قطاع السمع البصري عن الدولة. إلى ذلك يمكن القول أن اليوم مع المجلس الوطني للصحافة والزميل يونس مجاهد على رأس هذا المجلس، كذلك القوانين الجديدة، جميع هذه الحيثيات بوأت للمغرب أن يعتلي هذه المنظمة. ونتمنى أن يتم تسويق، بل تم تسويق حين إعلان يونس مجاهد أنه على رأس المنظمة، تم تسويق اسم المغرب في أكبر المنابر الإعلامية ووسائط الاتصال، وأعتقد هذه من السياق الجديدة لترويج الدبلوماسية المغربية. بالمناسبة كذلك لا بد أن نقول أن عمر هلال الذي يعد الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة هو اليوم أو بداية من شهر مايو على رأس لجنة الإعلام داخل الأمم المتحدة. ومن حينما نقول لجنة الإعلام نقول اليونسكو. من هنا لا بد من القول نظرة شمولية، منظومة إعلامية لصورة المغرب في مستقبل الأيام، منظور الأيام من خلال الدبلوماسية الحقة والدبلوماسية الموازية وعلى رأسها الدبلوماسية الإعلامية. طيب بعد انتخاب زميل يونس مجاهد، كيف ترى الرهانات المطروحة بخصوص يعني وضعية العمل النقابي في مجال الصحافة سواء في العالم العربي أو الإفريقي؟ آخر نقابة ربما ستلتحق بمنظومة القيم في مجال حرية القول وعدم اعتباد سلب الحريات هي النقابة المصرية، من خلال عمل دؤوب قام به الزميل يونس مجاهد مع الزميل الإعلامي المصري ضياء رشوان. وربما ستكون آخر نقابة عربية ستلتحق بركاب الاتحادات والنقابات العربية التي ربما استشرفت هذا الحدث اليوم واستشرفت رهان وخيار المنطقة العربية والإفريقية من أجل قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين. وأعتقد اليوم بأن القيم والمبادئ الكبرى التي دافعت عنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمرجعيتها وشرعيتها التاريخية والسياسية، لربما اليوم نقول بأنه موسم الحصاد منذ 63 إلى 2019، منذ اليازغي وعلي عتا والمجاهد عبد الرحمن اليوسفي والعربي المستاري، ها نحن اليوم نعيش مع هذا الجيل الجديد بقيادة يونس مجاهد لقطف ثمار كثيرة وكبيرة في المنطقة العربية والإفريقية وليس فحسب في المغرب. ونقول بأن هذه الدبلوماسية الموازية، هذه الدبلوماسية الناعمة في حاجة إلى دعم وتحفيز دائمين، لأن عمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية مثلا بإمكانات خجولة محتشمة تستطيع واستطاعت أن تجوب العالم من خلال هذه المقاربات التي طرحناها. ويمكن القول أن التقارير التي تنجزها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ليس كالتقارير التي تنجزها بعض المنظمات العالمية المدفوعة الأجر من أجل التشهير ومن أجل العداء المجاني. ويونس مجاهد لربما قدم تقارير دولية لمنظمات عربية وإفريقية ودولية لحرية القول لحرية الصحافة، ولذلك تم اعتماده كخبير وكمحلل في العديد من المحافل الدولية. وبالتالي ماذا يمثل برأيك انتخاب يونس مجاهد بالنسبة للعمل الصحفي ودائما على مستوى العالم العربي وإفريقيا؟
بعد كل جهد جهيد وعمل ومكابدة ومثابرة لا بد من نيل الاستحقاقات. هذه لربما الصورة المصغرة التي يمثلها مسار الزميل الإعلامي يونس مجاهد رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، رئيس المجلس الوطني، يعني راكم الكثير من العمل القاعدي بتوأدة بإصرار بعناد بنضال، وتأتى له أن يكون بمعية زملائه داخل النقابة الوطنية الصحافة المغربية على رأس هذه المنظمة. لا تنسى أنس أن العاملين في مجال الإعلام والصحافة المنتسبين المهنيين يترقبون نهاية هذا الأسبوع لانتظام مؤتمر جديد للنقابة الوطنية الصحافة المغربية، ويونس مجاهد هو أمين عام المجلس الوطني الفيدرالي، ومن خلاله تم ترشيحه على رأس النقابة أو على رأس لائحة النقابة الوطنية الصحافة المغربية لنيل منصب مجلس الوطني. لربما استحقاق المجلس الوطني يؤكده منصب الآن الفيدرالية، يعني الاختيار كان صائب والعمل الدؤوب نال جزاء في الأخير. إذن مرة أخرى نقدم حر تهاني للزميل يونس مجاهد على تبوئه لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وكان ذلك بمثابة أول مواطن عربي وإفريقي يتبوأ هذا المنصب الرفيع. أشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد كوبريت على كل هذه المعطيات.